بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة بداية الترم الجديد أو بداية السنة الجديدة، النهاردة مع بعض هناخد فكرة عن مادة من مواد أولى ترم تاني، وهي مادة الطرق المحاسبية والتقارير المالية. هنعرف عنها شوية معلومات كده. أولا، الطرق المحاسبية والتقارير المالية عنوان مقسوم جزئين. الجزء الأولاني بتاعه اسمه الطرق المحاسبية، بنتكلم فيه عن طرق المحاسبة. تعالوا كده نتعرف على ايه هي طرق المحاسبة. احنا عندنا اربع طرق. اول طريقة هي الطريقة الايطالية. الطريقة الايطالية دي طريقة تصلح للمنشآت الفردية اللي ليها مالك واحد، ويكون المنشأة دي رأس مالها صغير. الطريقة رقم اتنين اسمها الطريقة الفرنسية او المركزية، ودي بتصلح للمنشآت الكبيرة اللي تتميز بكبر حجمها وكبر العمليات بتاعتها، ولان العمليات بتاعتها بتكون كبيرة، فمنشأة زي دي او اللي بتستخدم الطريقة دي بتستخدم نوعين من دفتر اليومية ونوعين من دفتر الاستاذ. الطريقة الثالثة هي طريقة شبيهة بالطريقة الفرنسية اسمها الطريقة الإنجليزية، ودي بتصلح للمنشآت المتوسطة والكبيرة ذات العمليات المتعددة. يعني ان الشركة دي او المنشأة دي بيكون ليها عمليات على اشكال كتير، وبتستخدم برضو دفترين يومية ودفترين استاذ. الطريقة رقم اربعة، ودي الطريقة الاشهر واللي بيقولوا عليها الطريقة الاقل تكلفة، دي بتصلح للمنشآت الكبيرة، طبعا اسمها الطريقة الامريكية، بتصلح للمنشآت الكبيرة ذات العمليات المحدودة، وبتستخدم دفتر يوم دفتر واحد، بيبقى دفتر لليومية والاستاذ مع بعض. دول الاربع طرق الخاصة بالمحاسبة. طيب نيجي بقى للقوائم المالية او التقارير المالية. احنا عندنا في الواقع العملي في خمس قوائم مالية، ولكن دراسيا هم اربعة عشان ما تتشتتش. احنا عندنا قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة المركز المالي. دول دراسيا بيضاف عليهم قائمة اخيرة اسمها قائمة التوضيح او التفسير للقوائم المالية، ودي دراسيا مش علينا، ولكن دي اللي بتطبق في سوق العمل. طيب تعالوا بينا نتعرف كده على ايه هي القوائم المالية دي. اول قائمة عندي اسمها قائمة الدخل. قائمة الدخل دي وظيفتها انها بتبين نتيجة اعمال المنشأة في فترة زمنية معينة. يبقى قائمة الدخل وظيفتها انها تبين لي نتيجة اعمال الشركة في فترة معينة. طيب قائمة الدخل دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن حاجتين. الاولانية هي الايرادات، كل العوائد المالية من نشاط الشركة، كل الحاجات اللي بتدخل فلوس من نشاط الشركة. طيب زي ايه الايرادات؟ الايرادات زي ايراد المبيعات. تمام، المبيعات انا ببيع بضاعة بيجيني من وراها فلوس، بيجيني من وراها ايراد، يبقى ايراد مبيعات. او لو المنشأة دي بتقدم خدمات للغير زي خدمات الشحن، خدمات النقل، او اي نوع من انواع الخدمات، فبالتالي بيبقى عندي ايراد اسمه ايراد الخدمات. طيب لو الشركة دي شركة بتأجر اماكن، بتأجر عقارات، بتأجر اراضي، يبقى هيجيلي منها ايراد اسمه ايراد العقارات، ده برضو بيندرج تحت بند الايرادات. او يبقى عندي بند اسمه اوراق مالية، لو الشركة دي عندها اسهم في البورصة او بتشتري اسهم في البورصة، وبيجي من وراها عائد او بيجي من وراها ايراد، ويبقى اسمه ايراد الاوراق المالية. طيب الحاجة التانية اللي عندي او المكون التاني لقائمة الدخل هو المصروفات. طيب المصروفات دي عبارة عن ايه؟
كل حاجة الشركة بتصرف فيها فلوس، تمام، تضم او الفلوس دي بتكون في سياق نشاط عمل المنشأة. طيب الكلام ده زي ايه؟ الاجور او المرتبات، النوع التاني من المصروفات اللي عندي مصروفات الايجار لو الشركة مأجرة مقر، وعندي مصروف ضرائب، دعاية واعلان، تأمين، كل دول بيتحطوا تحت بند المصروفات. طيب انا لما باجي اعمل قائمة الدخل بعملها ازاي؟ قائمة الدخل بتتعمل بالصورة دي، باجي هنا ده اجمالي الايرادات، بخصم منه المصروفات. انا عندي مثلا مصروفات اجور، انارة، ايجار، ضرائب، بجمع المصروفات واطرحها من الايرادات. الموضوع ده هيديني ناتج من اتنين، يا اما تكون المصروفات اقل من الايرادات، وفي الحالة دي هيتحقق عندي صافي ربح، او العكس ان تكون المصروفات الاجمالي بتاعها اكبر من الايرادات، وبالتالي يحقق لي صافي خسارة. تمام، دي قائمة الدخل. نروح بعد كده للقائمة اللي بعدها. القائمة اللي بعدها اسمها قائمة التغيرات في حقوق الملكية. القائمة دي انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في انها بتبين لي التغيرات التي تحدث في رأس المال، سواء بالنقص او الزيادة. يعني القائمة دي بتعرفني رأس المال اللي انا ابتديت بيه الشركة هل زاد ولا نقص. طيب هل رأس المال بيزيد وينقص؟ بالتأكيد. طب ازاي او امتى يزيد وامتى ينقص؟ يزيد في حالتين. الحالة الاولى اسمها حالة الاستثمار الاضافي. يعني ايه استثمار اضافي؟ يعني ان الشركة بعد ما ابتدت تباشر اعمالها، جه صاحب المنشأة او المالك ضخ فلوس، حط فلوس في رأس المال، اسمه استثمار اضافي. في الحالة دي رأس المال يزيد. طيب ايه الحالة التانية اللي تزود رأس المال؟ صافي الربح. لو قيمة الدخل هنا، تمام، زي ما احنا بقول جابت لي صافي ربح، او الناتج بتاعها كان صافي ربح، صافي الربح ده يزود رأس المال. طيب دي الزيادة. النقص، النقص في حالتين. الحالة الاولى هي المسحوبات. يعني ايه مسحوبات؟ يعني ان صاحب المنشأة بعد فترة من بداية عمل المنشأة سحب فلوس من رأس المال، في رأس المال يقل. طيب دي الحالة الاولى. ايه الحالة التانية؟ الحالة التانية هي صافي الخسارة. لو قيمة الدخل حققت صافي خسارة، ده يقلل من رأس المال. طيب القائمة دي انا هكتبها ازاي؟ القائمة هتتكتب عندي بالشكل ده. هكتب رأس مال اول المدة، رأس المال اللي انا ابتديت بيه في بداية السنة، تمام، ولو حققت او لو صاحب المنشأة عمل استثمار اضافي ضخ فلوس في رأس المال بكتبها، لو ما عملهاش ما بكتبهاش. لو الشركة حققت في نهاية الفترة صافي ربح بكتبه. فانا بجمع صافي الربح على الاستثمار على رأس المال، دول اللي زودوا رأس المال. طيب بشوف لو في حاجة نقصت، اللي هي ايه؟ مثلا لو صاحب المنشأة سحب فلوس من رأس المال، بكتب هنا مسحوبات وبكتب قيمتها. او لو حصل صافي خسارة بدل صافي الربح، يبقى انا مش هكتب صافي ربح وهكتب صافي خسارة، اجمع المسحوبات وصافي الخسارة ان وجدت، واطرحها من الجزء اللي فوق اللي هو رأس المال اول المدة والاستثمار الاضافي، عشان ده يديني ناتج في النهاية وهو رأس مال اخر المدة، اللي هو رأس المال بتاع الشركة في نهاية الفترة. معنى الكلام ده ايه؟ ان اللي بينتقل من قائمة الدخل الى قائمة التغيرات في حقوق الملكية هو صافي ربح او صافي خسارة. بينتقل من قائمة الدخل الى قائمة التغيرات في حقوق الملكية. تمام؟ طيب يبقى انا في النهاية المفروض ان انا يكون عندي قيمة رأس المال اخر الفترة. طيب ايه القائمة اللي بعد كده عندي؟ القائمة اللي بعد كده عندي اسمها قائمة التدفقات النقدية. طيب قبل قائمة التدفقات النقدية، انا عندي في
قائمة تانية اللي هي القائمة النهائية بتاعتي، ودي اسمها قائمة المركز المالي أو قائمة الميزانية. قائمة اسمها قائمة المركز المالي أو اللي بنطلق عليها الميزانية. طيب ايه قائمة المركز المالي أو الميزانية دي؟ قائمة المركز المالي أو الميزانية هي القائمة اللي بتوضح لي الوضع المالي للشركة في نهاية السنة. بتوضح لي الوضع المالي للشركة في نهاية السنة. عايز أعرف حجم أصولي، حجم الخصوم، وحجم حقوق الملكية. طيب احنا كنا عرفنا ان المعادلة المحاسبية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. تمام. الأصول في الترم الثاني هتبقى نوعين هنعرفهم احنا عندنا ايه. عندنا حاجة في جانب الاصول، عندنا حاجة اسمها الاصول الثابتة، وحاجة اسمها الاصول المتداولة. تمام. حاجة اسمها اصول ثابتة وحاجة اسمها اصول متداولة. ايه هي الاصول الثابتة؟ الاصول الثابتة هي الاصول التي لا يتغير حجمها. تمام. بتفضل زي ما هي معايا. زي ايه؟ زي الاراضي، ما بتخشش في عملية البيع والشراء، ما بتخشش في العمليات الخاصة بالشركة. تمام. الأراضي، المباني، السيارات، الأساس، كل ما هو ما بيخشش في حركة البيع والشراء داخل المنشأة اسمه أصول ثابتة. طيب الأصول المتداولة، الأصول المتداولة هي اللي أنا بحتاجها أو بستخدمها في عمليات الشركة. زي إيه؟ زي النقدية. أنا بستخدم النقدية أشتري بضاعة، اشتري خامات، اشتري معدات. اذا النقديه هنا عندي بتزيد وتقل. الحاجه الثانيه اللي عندي هي البضاعه. انا ممكن ازود بضاعه، ابيع بضاعه، اشتري بضاعه، يعني البضاعه هنا عندي بتزيد وتقل. الحاجه الثالثه هي الاوراق الماليه، الاسهم، تشيكات، كمبيالات، تزيد وتقل. عشان كده اسمها اصول متداوله. ده الجانب الايمن. طيب الجانب الايسر فيه ايه؟ الجانب الايسر فيه الخصوم. احنا عارفين ايه هي الخصوم. طب الخصوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن دائنين، ناس ليهم عندي فلوس، او انا اخدت قرض من البنك. والجزء الثاني من الجانب الشمال وهو حقوق الملكية اللي بتحط فيها رأس مال اخر المدة وبيتحط فيها الارباح المحتجزة. دي قائمة المركز المالي، القائمة اللي بتوضح الوضع المالي للشركة. نيجي للقائمة الأخيرة، والقائمة الأخيرة هنا قائمة جديدة عندكم اسمها قائمة التدفقات النقدية. طيب قائمة التدفقات النقدية دي أنا بستخدمها في إيه؟ أو هي هنا أنا لما بعملها بستفيد منها إيه؟ القائمة دي بتبين لي التغير اللي بيحصل في أصل معين وهو النقدية. القائمة دي بتبين لي التغير اللي بيحصل فيه النقدية. طيب التغير ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالزيادة والنقصان. أنا عندي ثلاث بنود بيعملوا لي عملية تدفق للنقدية داخل الشركة، أو بيطلعوا فلوس من أو عن طريقهم بيطلع فلوس من الشركة. بمعنى إيه؟ عندي ثلاث حالات. التلات حالات دول كل حالة منهم يا بتزود فلوس في النقدية يا بتقلل فلوس في النقدية. طيب تعالوا نعرف ايه هم. الحالة الاولى اللي عندي او التدفق اللي عندي الاولاني اسمه تدفق انشطة التشغيل. يعني ايه تدفق انشطة التشغيل؟ تدفق انشطة التشغيل معناه ان الشركة دي بيكون ليها نشاط معين اللي هو التشغيل بتاعها، طبيعة نشاطها. طبيعة النشاط ده يا بيدخل فلوس يا بيخرج فلوس. طب امتى يدخل فلوس وامتى يخرج فلوس؟ يدخل فلوس لو انا النهارده بعت بضاعة كاش دلوقتي واستلمت فلوسها، يبقى عندي حاجة اسمها متحصلات نقدية. يعني انا عندي هنا فلوس زادت دخلت عندي في المنشأة. طيب في حاجة تاني ممكن تزود لي الفلوس؟ لو انا بعت بضاعة
البضاعة دي بعتها آجل، وبعد فترة حصلت فلوسها، أخدت فلوسها، يبقى عندي بند تاني اسمه متحصلات العملاء، الفلوس اللي أنا خدتها من العملاء بتاعتي، يبقى دي كمان تزود لي فلوس. طيب في حاجة تاني، خلينا في الاثنين دول. طيب دول اللي بيدخلوا فلوس، ايه بقى اللي بيخرج فلوس؟ اللي بيخرج فلوس عندي حاجتين، الاولى هو سداد مصروفات، يعني مثلا مصروفات نقل، مصروفات تشوين، ايا كان دفعت فيها فلوس، فدي تقلل من النقدية. تمام. طيب في حاجة تاني تقلل من النقدية، لو انا عملت مشتريات نقدية، لو انا اشتريت خامات كاش مثلا، فده يقلل من النقدية. يبقى انا عندي بندين بيقللوا من النقدية، وعندي بندين بيزودوا النقدية. انا بطرح المصروفات او الحاجة البنود اللي خرجت من عندي فلوس، بطرحها من المتحصلات، بطرح اللي انا صرفته من اللي دخل لي، عشان في النهاية يبقى عندي ناتج اسمه صافي تدفق أنشطة التشغيل. تمام. وباجي اكتبه هنا. طيب ايه التدفق اللي بعد كده؟ التدفق اللي بعد كده اسمه تدفق أنشطة الاستثمار. ايه هو تدفق أنشطة الاستثمار؟ الشركة هنا ممكن تكون بتستثمر في الأصول، بتشتري أصول وتسقعها شوية، سعرها يزيد، تقوم بيعها. طيب ايه هي الأصول دي؟ الأصول دي زي مثلا متحصلات بيع أصل ثابت، يعني الشركة اشترت أرض، سقعتها، سعرها غالي، باعتها، يبقى أنا عندي هنا إيه؟ متحصل. طيب إيه تاني؟ عندي متحصلات بيع أوراق مالية، الشركة بتتاجر في الأسهم في البورصة، اشترت أسهم، بعد فترة عليت زادت، باعتها الشركة فدخلت نقدية. دول الحالتين اللي بيزودوا نقدية الشركة في تدفق أنشطة الاستثمار. طيب ايه الحاجات اللي بتطلع بقى فلوس في النشاط ده؟ لو انا اشتريت، تمام، مثلا ايه، شراء اصل ثابت، الفلوس، الارض اللي اشتريتها الشركة عشان تسقعها دفعت فيها فلوس، قللت النقدية. طيب ايه تاني؟ شراء اوراق مالية، اشترت اسهم في البورصة. الاتنين دول اسمهم مدفوعات، فلوس انا دفعت فيها كمنشأة فلوس، قللت من النقدية. الاتنين دول المتحصلات دول زودوا النقدية. هعمل ايه؟ اطرح المدفوعات من المتحصلات، يديني الناتج بتاعي اللي هو صافي التغير في أنشطة الاستثمار. تمام. وحط الناتج بتاعه هنا. طيب البند رقم 3 اللي عندي اسمه تدفق أنشطة التمويل. تدفق أنشطة التمويل، فلوس داخلة أو خارجة ليها دعوة لا ببيع ولا باستثمار. زي ايه؟ زي متحصلات زيادة رأس المال، ان يكون صاحب الشركة زود رأس المال بتاعه، زي اللي كنا بنقول عليه الاستثمار الاضافي، او الحصول على قرض، انا خدت فلوس، خدت قرض من البنك، فده ملوش علاقة بالبيع والشراء، زود لي النقدية. دول الحالتين اللي بيزودوا النقدية في أنشطة التمويل. طب ايه اللي بيقلل النقدية؟ سداد قسط القرض.
عشان اخدت قرض المفروض ان انا بدفع اقساط ليه، يبقى ده قلل النقدية. طيب ايه تاني؟ توزيع الارباح. الشركة اخر السنة حققت ارباح، بتاخد جزء اللي احنا كنا بنقول عليه في قائمة الدخل صافي الربح، بتاخد جزء منه توزعه على الشركة صافي الربح. ده عمل ايه؟ ده قلل من النقدية. يبقى انا عندي بندين قللوا نقدية وبندين زودوا نقدية. طب ايه اللي هيحصل؟ هطرح اللي قلل النقدية من اللي زود النقدية عشان يطلع لي صافي تدفق أنشطة التمويل. واجي حطه هنا. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هجمع الصافي على بعضه، صافي تدفق أنشطة التمويل، صافي تدفق أنشطة الاستثمار، صافي تدفق أنشطة التشغيل، وده هيديني التغير او هيبقى اسمه التغير في النقدية. هيبقى اسمه ايه؟ التدفق ده او التغير ده هيبقى اسمه التغير في النقدية. هضيف عليه ايه؟ هضيف عليه النقدية، تمام، او نقدية اول المدة، النقدية اللي انا ابتديت بيها. يبقى التغير الفلوس اللي دخلت لي بقى صافي في النهاية بعد كل التعاملات هضيفها على نقدية اول المدة، تمام، عشان ده يديني ناتج في النهاية اسمه ايه؟ اسمه نقدية اخر المدة. يبقى انا من هنا حسب النقدية بتاعتي في نهاية المدة. ده كان جزء مبسط من المحاسبة، اتمنى ان انا اكون افدتكم، وان شاء الله نلتقي في المحاضرات بتاعتنا، وبالتوفيق للجميع.